صباح جديد يا جماعه، انا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. صباح الفل يا ترى. صباح الخير يا اهلا، نورونا النهارده. ربنا يخليك. كوره طبعا اهل الجمعه الاصليين النهارده، بس مكان نجلاء كده استثنائي. صباح الخير على حضراتكم، يوم سعيد علينا وعليكم يا رب، وجمعه مباركه على المصريين وكل المسلمين في كل مكان يا رب. والنهارده ان شاء الله باذن الله اللي بيتمنى حاجه تتحقق له، ودعواتنا كلنا لبلدنا الحبيبة مصر. النهاردة يمكن هنتكلم على موضوعين، لكن أنا بقالي كده كام يوم بتفرج زي ناس كتير جدا على السوشيال ميديا وعلى المبادرة اللي حقيقة يعني من ضمن المبادرات اللي دايما بياخدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيتكلم عنها، والحقيقة بتلاقي استجابة كبيرة جدا. وبنقول واحنا ما كناش بنعمل ده ليه، زي ما بنشوف دايما انه المشردين في الشوارع والناس اللي بتنام على الرصيف وفي اماكن عامه كتيره جدا، الحقيقه مشهد ما يصحش ولا يليق ان هو يكون موجود في بلدنا الحبيبه مصر. هذا المشهد في الطبيعي هو مشهد مؤذي المشاعر الانسانيه ومشاعر الناس، وانه بجد ان دي روح موجوده، وان المجتمع عنده تجاه هذه الروح الحقيقه واجب لازم يعمله. طب ما بالكم بقى في ايام الساقعه اللي احنا عايشين فيها دي والبروده القارصه، وانه الناس دي بجد نايمه في هذا الجو الفظيع. يعني احنا بنتكلم على هذه المبادره النهارده، بنشوف مجموعه من الاتوبيسات، وانا اعتقد ان اهلا كمان انه الشرطه، شفت العربيات الجديده بتاعت الشرطه، الاتوبيسات بتجوب الحقيقه الشوارع وبتقف وبتتكلم بمنتهى الادميه مع هؤلاء المشردين، وبتاخدهم وبيروحوا الحقيقه في اماكن للايواء الخاصه بهم. احنا بنتكلم على الفرق الانقاذ اللي بتجوب شوارع مصر باتوبيسات ده خلال 24 ساعه، وللبحث عن الغائبين والمفقودين والبردانين ايضا، وانقاذ الاطفال بلا ماوى، والفريق بيتلقى البلاغات عن طريق الخط الساخن بشكاوى دور الرعايه الاجتماعيه على الرقم المختصر 16 439. وانت قاعد كده في البيت ممكن ترفع سماعة التليفون بتاعك الارضي وتضرب على الرقم ده، هقوله مرة تانية 16 439، او رقم 010 953 6831، 010 953 6831. ونعتقد انه مخرجتنا همت ممكن تنزل هذه الارقام، ومهم جدا انه نشوف انه هذه المبادرة هي مبادرة حياة كريمة، واللي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة قوي، وان شاء الله الاستمرار في هذه المبادرات ما نشوفش حد ابدا نايم في الشارع في البرد ده يا رب ان شاء الله. والحقيقة انه ده ما كانش ممكن يتم الا بتعاون منظمات المجتمع المدني اللي الرئيس السيسي مهتم بيها شخصيا، واللي في اخر المؤتمر للشباب اشار الى ضروره تعديل قانونها علشان يسمح لها بحريه الحركه. باقي دورنا احنا الاجتماعي كناس ان احنا نشارك في هذه المجتمعات والتجمعات الاهليه بتبرعاتنا، وان احنا نكون ايجابيين نساند المواطنين اللي مش هيقدر يقدم خدمه مباشره للناس اللي موجوده في الشارع، على الاقل يقدم خدمه غير مباشره سواء بالتبرع او بالاتصال بهذه الأرقام المذكورة وبالخط الساخن، علشان نقدر نوصل لكل الناس في كل مصر وما نشوفش هذا المنظر، لأنه مصر أكبر من كده بكتير. مصر لا يليق بها ده. الرئيس السيسي أول ما جه قال أنه العشوائيات لا تليق بمصر، وفعلا عملنا منهج رائع جدا للقضاء على العشوائيات، وبرضو أكيد المنظر ده لا يليق بمصر، وعلشان كده هو خد المبادرة، وأتمنى أن احنا نكمل عليها بإذن الله. ده حاجة كان لابد من الإشارة إليها علشان نشارك فيها. وخلينا دلوقتي نبص على أهم فقراتنا في برنامجنا النهاردة. هي
الحقيقه انه احنا دايما بنشجع الالتحام بالناس، وان المسؤول ما يكونش قاعد في مكتبه، لكن لازم ينزل ويلتحم بالمواطنين ويمارس دوره في حل مشاكلهم. في حي البساتين، هو حي اساسا كان حي زراعي وكان اسمه بساتين السلطان لانه كان مليء بالخضر والفاكهه للسلاطين السابقين في عهد المماليك. تحول بعد كده لحي شعبي وكثرت مشاكله واصبح فيه عشوائيات. جه رئيس جديد لهذا الحي منذ 100 يوم، عايزين نعرف ايه برنامجه في تطوير حي البساتين وفي تقديم الخدمات للمواطنين البسطاء في هذا الحي. هيكون معانا اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس حي البساتين والذي تولى هذا المنصب منذ 100 يوم. فماذا فعل في ال 100 يوم وماذا ينتوي ان يفعل في الايام القادمه؟ ده هيكون سؤالنا الرئيسي معاه في حلقه اليوم ان شاء الله. نتكلم على اشكال وبرامج ويعني امور كتيره جدا عن السياحه. النهارده احنا بنتكلم عندنا السياحه الثقافيه، السياحه الدينيه، عندنا السياحة الشاطئية، عندنا سياحة الاستشفاء والصحة، دي جزء مهم جدا. رغم برودة الجو على المستوى العالمي النهاردة احنا بنتمتع بجو اكتر من رائع، الشمس طالعة ودرجة الحرارة صحيح. احنا كنا مع بعض امبارح وكان الجو رهيب صحيح، ساقعة جدا النهاردة برح. الحمد لله الشمس امبارح درجة الحرارة تقريبا كانت 10 الصبح صحيح، 10 درجات، وكنا مش قادرين انا والاهل صباحا، لكن النهاردة سبحان الله. وهنا بقى ميزة مصر في الجو بتاعها 365 يوم شمس، ده مش موجود على المستوى العالمي يعني في العالم كله يعني. احنا النهارده هنتكلم على السياحه الصحيه والاستشفاء البيئي، مستقبل السياحه الواعد لمصر، وده يمكن هيكون اسم مؤتمر كبير جدا بيتم التنظيم ليه الايام القادمه باذن الله، وهيكون صوره مهمه جدا ورساله مهمه جدا لكل انحاء العالم، لانه هذا الوطن او هذا البلد له العديد من المميزات، ومن أهمها حفاظك على الصحة سواء النفسية أو الجسمانية، وكمان الصحة البيئية. احنا داخلين في هذا المشروع وهذا المشوار اللي بنتمنى ان شاء الله نشوف انه زي ما بنقول كده مصر جميلة، مصر جميلة جدا في الإجراءات والبرامج اللي بتتم من خلال الأيام القادمة. هيكون ضيفنا في هذه الفقرة الدكتور عبد العاطي المناعي، مقرر مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية والاستشفاء البيئي، وهنعرف كتير عن هذا المؤتمر هيدخل ايه لمصر ونقدر نستفيد منه ازاي احنا كمان كأهل هذا البلد. مصر جميلة دايما بحضراتكم، بعد الفاصل نلتقي وفقرتنا الاولى. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.